وفي تصريح للعراقية الإخبارية أشاد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإنجاز قانون الانتخابات واستكمال الدوائر المتعددة لجميع المحافظات وبمعيار واحد. لأول مرة تكون محافظة كركوك ضمن نفس المعيار الذي يكون في كل محافظات العراق، لطالما كانت في السابق تكون حالة استثنائية. الآن هذا القانون تم إنجازه بالكامل وسيرسل إلى رئاسة الجمهورية لغرض نشره بجريدة الواقعه الرسمية، ويعتبر نافذ من تاريخ إكمال الدوائر هذا اليوم، وفي نفس الوقت سيتم اعتماد الدوائر في كل المحافظات، وبالتالي أعلى الأصوات الفائز بأعلى الأصوات سيكون هو النائب ممثل لهذه المحافظة من ضمن هذه الدائرة، بعيدا عن نظام القوائم الانتخابية الذي غبن حق كثير من المرشحين الذي كانوا يملكون أصواتا ولكن قوائمهم لا تؤهلهم لعبور القاسم الانتخابي.